بعد الزواج الرجال بيتحمل مسؤوليات البيت والمرأة بتهتم ببيتها. هاي هي عاداتنا. بس العادات ما بتقول إنه المرأة تقعد بالبيت وما تشتغل. لكن شو بتقول؟ نحن هلأ بال2021، بس عقلك لسه بال1921. إيش كي؟ البنات باسم التفكير الحديث عم يزعوا عاداتنا وتقاليدنا. لكل منهما نظرة مختلفة عن الزواج، هل يغيرها الحب؟ مسلسل جديد قدر الأجمل، ابتداء من الغد، 9 بتوقيت السعودية، 8 بتوقيت القاهرة، على MBC بوليوود.